مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ من الرسام الذي تعلمنا عنه في المحاضرة السابقة؟ صحيح، كان رساما يسمى فان جوخ. واليوم أيضا سننظر إلى لوحات هذا الرسام نفسه، وستظهر لوحات مختلفة عن المرة السابقة فتطلعوا إليها. إذن هل ننطلق إلى لوحات جوخ الآن مباشرة؟ هذا منظر غرفة جوخ الذي رسمه جوخ بنفسه. يبدو أنه كان يحب اللون الأصفر جداً، نظراً لأن لون السرير أيضاً هو اللون الأصفر. الشجرة الكبيرة في هذه اللوحة مذهلة. عندما ننظر إلى اللوحة بعد أن نكبرها نلاحظ إحساساً خشناً جداً، أليس كذلك؟ هذا من تكرار التلوين بشكل سميك جداً عند التلوين بالألوان المائية عن طريق الفرشاة. قد رسم أغلبية لوحاته بلمسات الفرشاة السميكة بهذه الطريقة. ما رأيكم أن ننظر إلى هذه اللوحة؟ هل تشعرون بلمسات الفرشاة السميكة جداً؟ والعصافير الطائرة فوق الحقل رائعة جداً! عنوان هذه اللوحة هو ليلة النجوم، وهي أكثر لوحاته شهرة وأكثرها تلقياً للحب. قد رسم النجوم اللامعة على سماء الليل المظلمة بشكل مميز. عندما نراها عن قرب تبدو النجوم كأنها موجات أو دوامات. واليوم سنرسم هذه اللوحة، سيكون ممتعاً أليس كذلك؟ هل ننطلق؟ سنرسم لوحة ليلة النجوم. أولاً نرسم شكلاً يشبه الجبل الأعلى والأكبر. وبعد ذلك نرسم الجبل الظاهر من الخلف. ليس من الضروري أن يكون الشكل واضحاً، ونرسم القرية هنا. وبعد ذلك سنرسم السماء ونرسم النجوم مثل تدفق الموجات وهبوب الرياح.
هكذا نحدد أماكن النجوم الكبيرة والصغيرة. نعم، نقوم برسم الخطوط هكذا ومباشرة نلون بألوان الشمع. نلون السماء أولا. يمكنكم أن تلونوا في أماكن متفرقة لأننا سنلون مع خلط الألوان المتعددة. حاولوا أن تلونوا بشكل خشن لأقصى درجة. بعد أن نلون هكذا بشكل خشن، نلون الألوان الفاتحة منها اللون الأبيض أو الرمادي الفاتح بالتدليك. مع هذا، يمكنكم أن تلاحظوا أن الرسم الخشن قد أصبح ناعماً قليلاً. ليس من الضروري أن تفعلوا هذه المرحلة، الرسم مع الإحساس الخشن أيضاً رائع. والآن هيا نرسم الأجزاء القاتمة بتفاصيل أكثر.
بسبب بعد القرية يمكننا أن نلون هكذا بشكل بسيط فقط مع الألوان. وإذا كنتم تريدون أن تكون القرية بارزة يمكنكم أن تلونوا حولها باللون القاتم. لونوا الأجزاء الوسطى بالألوان التي تحبونها. يبدو كأن هنا ملون باللون الأسود بشكل كامل، ولكن يمكننا أن نخلط الألوان المختلفة لينتج الإحساس الرائع للون الأسود. وفي النهاية نلون الأجزاء الفاتحة باللون الأبيض هكذا. أوقفوا الشاشة لوقت قصير ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة. نعم، قد اكتمل كل شيء يا أعزائي. نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ ليس من الضروري أن ترسموا كما رسمت. قد تجدون طرقكم الخاصة وأنتم ترسمون تبعا لما تريدون. نعم، قد تعرفنا على لوحات الرسامين المتعددة ورسمناها حتى الآن. هل كان ممتعاً؟ أريدكم أن ترسموا معبرين عن خيالاتكم الخاصة وأنتم تتذكرون أن كل رسام كان له أفكاره وطرقه خاصة للرسم يا أصدقائي. كنت سعيدة جداً واستمتعت بالوقت معكم، وسأرجع لكم بقصص أكثر مرحاً ولوحات أكثر متعة. هيا نتقابل في المحاضرات القادمة. إلى اللقاء.